لازلنا نتابع أصداء فقدان الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله. ضيوف الأعزاء الأستاذ سلامة الزيد والأستاذ حسان طيب. ونقول الكلمة للأستاذ سلامة الزيد، كلمتك الأخيرة في هذا اليوم الصعب. إحنا وشكنا نهاية البرنامج اليوم الصعب لأنه يوم وصول الجثمان والليلة الأخيرة التي يكون معنا فيها الأمير سلطان على هذه الأرض. غدا سيوارى الثرى، أسكنه الله فسيح جناته. الكلمة لك. اللهم آمين. طبعا فقد حاتم هذا الزمان، فقد رجل بحجم سلطان بن عبد العزيز يرحمه الله، مثل ما قلت أنت، يعني هو دولة في رجل بلا شك. هو لم يكن ولي عهد فقط، ولا وزير دفاع فقط، ولا مفتش عام، هو كان كل هذه الأشياء وكل ما في الوطن من أحداث، حتى في قضايا الإعلاميين وفي قضايا الصحفيين كلهم يتذكرون قصص كثيرة مع أبو خالد رحمة الله عليه وأسكنه الله فسيح جناته. يعني رجل علمنا أن نبتسم في أحلك الظروف، رجل علمنا أن نعطي بلا حدود، رجل علمنا أن نحفظ العهد دون أن نسأل، رجل علمنا أن نتعامل مع كل القضايا بذات الهمة وبذات الروح، رجل علمنا أن المسؤولية ليست قيادة وسيطرة وأوامر، أن القيادة هي إنسانية بالدرجة الأولى. لذلك يندر أن تجد وزير دفاع بهالأريحية وبهالشفافية وبهالتواضع وبهالبساطة مع القادة العسكريين، حتى هم يعني ينظرون إلى سلطان بن عبد العزيز نظرة القائد الأب، ليس فقط نظرة وزير الدفاع اللي يأمرهم وينهاهم ويسألهم بالأمر العسكري افعل كذا ونفذ كذا، وكانوا يتسابقون لتنفيذ أي شيء يريده الأمير، ولا يريدون إغضاب هذا الرجل، ليس فقط لهيبته ولأنه وزير دفاع أو لقيمته العسكرية أبدا، ولكن محبة. سبحان الله، يعني رجل استطاع أن يغرس كل هذا الحب في قلوب الناس، اللي يتعامل معهم بحكم قيادته ومركزه، واللي يتعامل معهم بحكم مسؤوليته عن هذا الوطن كولي للعهد. لعل توليه إمارة الرياض وهو شاب في بداياته، وكلنا نعلم ماذا يعني أن تكون حاكم الرياض أو حاكم نجد تحديدا، أكسب الأمير سلطان بلا شك شخصيته أو ملامح كثيرة من شخصيته اللي نلمسها فيه. ولعل ما يؤكد هذا الأمر الأمير سلمان الله يعطيه الصحة والعافية. يعني الأمير سلمان الآن كلنا نلحظ الشخصية الفذة الاستثنائية اللي يمتلكها ويتمتع فيها. من يحكم الرياض بلا شك سيكتسب أمور كثيرة جدا تضيف إلى شخصيته الكثير من القوة ومن القدرة على اتخاذ القرار وإدارة الأمور بشكل محنك. رحمة الله على سلطان بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة، وكما قلت هذه الليلة الأخيرة التي يقضيها جسده بيننا قبل أن يوارى التراب غدا، رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. آمين. أستاذ حسان طيب. أنا أقول الله يرحم الأمير سلطان، وأتمنى أن يترجم هذا الحب الكبير الذي تملك كل فئات الشعب إلى برامج ومشروعات خيرة تحمل صفة وبصمة الأمير السلطان بن عبد العزيز يرحمه الله، وأن تكون هذه المشاريع وهذه وقفا على أعمال الخير، ويصل برها إن شاء الله إلى سموه، ولا وبدون تحديد، ما أقول في مكان معين، أقول في كل أنحاء المملكة، بحيث يخلد هذا الاسم في كل على كل أرض وعلى وتحت كل سماء من سماء هذه المملكة. وأتوجه في الأخير بالدعاء إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى بأن يرحمه ويسكنه فسيح جنانه. اللهم أنا أقول اللهم بارك له في حلول دار البلا وطول الإقامة، اللهم حط عنه ثقل الأوزار، وهب له من القرآن شمائل الأبرار، اللهم نور مرقده وعطر مشهده وطيب مضجعه، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله على أمر الله، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
الذي أسأل الله عز وجل سبحانه وتعالى أن يبلغ أميرنا المحبوب صحبة نبينا الكريم نظرا لكفالتي لعدد من الأيتام، وأسأل الله أن ينفعوا ببرهم في ذلك اليوم وذلك المشهد العظيم، وأسأل الله للأسرة المالكة ولنا الصبر، وللفقيد الرحمة والثبات بحول الله وقوته إن شاء الله، وتمضي مسيرة الخير في بلادي عزيزة قوية منيعة بتعاضد وتكاتف ومحبة هذا الشعب مع قيادته التي أسأل الله لها كل توفيق إن شاء الله بما يحقق آمال وتطلعات هذه الأمة لخدمة الإسلام والمسلمين وكافة العالم، لأننا كأمة إسلامية خيرنا يمتد لكافة العالمين. أسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يعلي شأنه ويعلي وكما أعلى ذكره في الدار الدنيا أن يعلي شأنه في الدار الآخرة، ولا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا نملك إلا الدعاء له. نعم. ونترحم عليه. نسأل الله له الرحمة ولوالدنا العزيز خادم الحرمين الشريفين كامل حبنا وتقديرنا وسؤالنا إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى أن يصبره ويثبته وأن يقوي أعضاده بأخوانه وأن يعينه على تحمل تبعات مسؤولية هذه البلاد بما يوصلها إلى المكان اللائق بها والتي أرادها الله لها بحكم موقع الحرمين الشريفين فيها وسيادتها للعالم الإسلامي. ونسأل الله أن يتقبل الفقيد في واسع رحمة. آمين. شكرا لك أستاذ إحسان طيب المستشار الاجتماعي، وشكرا للأستاذ سلامة الزيد الإعلامي والكاتب المعروف، شكرا لكما على الحضور، ويعني كل الدنيا في هذا المساء تبكي سلطان بن عبد العزيز، رحمك الله يا سلطان بن عبد العزيز وأسكنك فسيح جناته وألهم ذويك الصبر والسلوان، وألهمنا جميعا لأننا كلنا ذويك ومحبيك رحمك الله. تغطيتنا أو متابعتنا عفوا لفقدان الأمير الراحل مستمرة، سنكون أيضا بعد قليل في حلقة خاصة لبرنامج قضية رأي عام مع زميل ياسر العمرو وفريق إعداده، وبعد ذلك راح نكون مع زميلنا الأستاذ تركي العجمة في برنامج كورة، وسنتابع هذا الأمر. أشكر الحقيقة كل زملائي هنا في أبوظبي وفي الرياض وفي جدة وفي كل مكان، ونلقاكم غدا في أمان الله. العمل للمعاق يسجل موت من ذهب. الله يوفق العاملين كلهم إن شاء الله. الله يحييك. الله. 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 الله.